وللمزيد ينضم إلينا من واشنطن المحلل السياسي أحمد فتحي. سيد أحمد، مرحبا بك معنا في هذه النشرة. بداية، السؤال المطروح الآن: كيف سيؤثر قرار اللجنة على الشارع المصري؟ الشارع المصري يعني يتطوق إلى أن يمارس حقه مثل بقية أو معظم شعوب العالم في اختيار رئيسه في عملية انتخابية مفتوحة وذات شفافية. ولكن رأينا كيف أن جماعة الإخوان المسلمين أخلت بوعودها للشعب المصري بعدم الدفع بمرشح لانتخابات الرئاسة، ودفعوا بخيرة الشطر، مما دفع السلطة المجلس العسكري في مصر إلى الدفع بعمر سليمان. ولكن جاءت لجنة الانتخابات وقلبت يعني موازين المرحلة رأسا على عقب كما يقولون. الوضع في مصر أصبح متشابك ومعقد من ناحية الانتخابات الرئاسية. بعد استبعاد المرشحين 10، نتوقع أن يتم بعض الموائمات وربما نرى بعض التحالفات يعني بين بعض المرشحين خلال المرحلة القادمة. هل يمكن أن نفهم من هذا أن قرار استبعاد بعض المرشحين هو قرار سياسي بالأساس وليس بسبب عدم استيفائهم للشروط؟ أنا لا أعتقد أنه قرار سياسي، لأن نعم. مثلا لو استعرضنا المرشح السلفي حازم أبو إسماعيل، نعم، ثبت للجميع وحتى للمصريين المقيمين في الولايات المتحدة عن طريق بعض المواقع التي يعني تسجل للناخبين الأمريكيين أن والدة السيد حازم أبو إسماعيل هي مواطنة أمريكية. لكل المصريين المهاجرين في الولايات المتحدة يعلمون أنه لا يوجد فرق بين المقيم الدائم أو الحاصل على الجرين كارد والمواطن إلا في حق التصويت، فهذا هي يعني دليل دامخ. لكن ليس فقط ما يدعيه أنصار أبو إسماعيل، ليس فقط حازم أبو إسماعيل، لكن أيضا الشاطر وأيمن نور وغيرهم. خيرت الشاطر كان مدان بحكم محكمة وخرج بعفو صحي، وكذلك أيمن نور، فبالتالي لم يحدث لهم رد اعتبار. يجب أن نفرق في هذا. هل يرضى المصريين أن يحكموا عن طريق ربيب السجون؟ أنا لا أعتقد هذا، وهي نقطة قانونية يجب أن يرد إليهم اعتبارهم في الأول قبل أن يتقدموا لهذا المنصب الرفيع. وماذا عن عمر سليمان؟ عمر سليمان ترشيحه بالرغم انه اثار غبطة بعض المصريين الا انه اثار ثورة وحنقة الكثير من المصريين. عمر سليمان لا يمكن ان نفصله عن حسني وهل فقط مبارك. لهذا عمر السبب لانه اثار ثورة وحنقة بعض المصريين يتم اقصاؤه من الانتخابات الرئاسية؟ طبقا للجنة الانتخابات الرئاسية هو كان يوجد لديه التوكيلات لم تكن مستوفية من الناحية الشكلية، لأن معيارية التوكيلات للترشيح أن يكون بحد أقصى 1000 توكيل من كل محافظة، وهي ليست فقط حد 30,000 توكيل ولكن من المحافظات كلها، حتى نضمن أن يكون لهذا المرشح أرضية شعبية ولم يكن يسعى للشهرة. وأنا لا أدعي على السيد عمر سليمان أنه كان يسعى للشهرة، ولكن حدث خطأ تنظيمي إداري في داخل حملته كلفه أنه أصبح يعني طعن على قرار ترشيح. طيب الآن بالعودة إلى اللجنة الآن التي أصدرت هذا القرار، الآن هناك طعن حتى في استقلالية هذه اللجنة. هناك من يقول الآن أن هذه اللجنة تخضع لتأثيرات مختلفة. الآن برأيك ما مدى استقلالية هذه اللجنة، أم أنها تخضع لتأثير من جهات أخرى جعلتها تتخذ هذه القرارات بإقصاء هؤلاء المرشحين؟ كما كل شيء في مصر بعد الثورة فيوجد الكثير من المؤثرات، وأنا لا أعتقد أنه توجد في مصر جهة مستقلة بنسبة 100% بكل أسف. أنا لا يوجد لدي لا أدلة ولا قرائن على عدم استقلالية اللجنة، ولكن
ممكن أن نتعاطى مع بعض الشكوك، وستثبت الأيام إذا كانوا أبرياء أم مشاركين في هذا الإقصاء. طيب بعض المترشحين الذين تم إقصاؤهم من الترشح يتمتعون بقاعدة شعبية في الشارع، هل تعتقد أننا سوف نشهد الآن ثورة جديدة في الشارع المصري احتجاجا على قرار اللجنة برأيك؟ أنا لا أعتقد هذا، ولكن من سخرية القدر أن هؤلاء المحتجين والمعتصمين عن أبواب اللجنة الرئاسية هم كانوا أنفسهم من سهلوا تمرير التعديلات الدستورية التي نصت والتي كانت معيبة، لأن كانوا من الواضح يعني وجود تحيز من بعض أعضائها للتيار الإسلامي، أنهم أدخلوا مادة أنه تمنع ترشيح الرئيس الذي يكون حاصل على جنسية دولة أخرى غير مصر، وأن يكون متزوج من سيدة ليست مصرية، وأضافوا لها لدرء الشبهات، ولكنها انفجرت في وجوههم ألا يكون أحد من ولديه قد حمل الجنسية المصرية. وهم هؤلاء أنفسهم الذين هللوا وكبروا وبسملوا وحوقلوا لتمرير هذه التعديلات. وأنا أتذكر في مارس الماضي حملاتهم في طول مصر وعرضها أن التصويت بنعم هو واجب شرعي، وإن لم تصوت بنعم فإنك ترتكب ذنوب ومعاصي، ولكن على الباغي تدور الدوائر يا أستاذ كمال. أشكرك جزيل الشكر من واشنطن المحلل السياسي أحمد فتحي، شكرا جزيلا. شكرا أستاذ كمال. شكرا لك.